ليك جاي لهون. برافو عليك. برافو. صور صور منين. مين يلي عملها؟ اه؟ ليش عملتوا هيك؟ نحن ما كملنا حديثنا تبع الصبح، وهلا هاتي لشوف قليلي مين هي اللي بالصورة؟ شوفي. مثل ما قلت لك، إذا عندك عقل بعدي عن كانات يا حلوة. طبعاً هي مجرد بداية صغيرة، إذا ضليتي راكبة راسك ما بتتخيلي شو ممكن يصير لك. أوه 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 أوف 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 شوية. أوف أوف أوف. اتركوها بحالها بقى، بعدي عنا ولا يهمك. تعالي خلينا ننطفه، ما تحكي ولا كلمة. خلص روقي، امشي معي. أهلا وسهلا. مسكي انكسرت إيدي منهم. مرحبا يا حلوة، ما رح تصدقي شو عملنا اليوم بالمدرسة. مثل كأنك موجودة معنا. لو شفتينا كنتي انبسطتي كتير. قليلي شو عملتوا؟ شو عملنا لك مقلب مرتب بهاي البنت الحقيرة؟ أكيد حرمت كل عمرها بقى تقرب من كانات. كيف يعني؟ كان لازم تشوفيها بعينك. والله كنت انبسطتي كتير. دقيقة رح أبعت لك الصور لتتفرجي عليهم. شو هاد يا أغبياء؟ ليش؟ أنا طلبت منكم تعملوا شي؟ لو في شي بدي أعمله بعمله أنا، ماني محتاجة لكم. بس نحن فكرنا. من أيمتى صايرة بتفكري؟ ليش في عندك عقل؟ إذا بدك ترضيني دوري على شي تاني. وخبري يلي حواليكي كلهم. طيب ميليسا، ماشي مثل ما بدك. ليش شو عملنا؟ يعني عن جد ليش هيك كانت ردة فعلها؟ هلأ تأكدت إنه ميليسا وحدة مجنونة. يعني هي لما حقدت على نازلي خلتها تتغيب يومين عن المدرسة، وهلأ ما بدها تعمل أي شي لبنت قربت من حبيبة. أنا بتوقع إنه ميليسا عم تجهز لشي كبير لهيك انزعجت. إيه وأنا هيك رأيي، يمكن الشي اللي عملناه خربت لها مخططاتها ولهيك انزعجت كتير. إيه معك حق، مزبوط، وهذا هو السكون يلي بيجي قبل العاصفة. ما بتجي على المدرسة وبتجي لهون لتصبحي؟ إذا بتضلي تدخلي حالك بالمشاكل رح صير اتحاشاكي وبعد عنك. أنت شو بتقصدي؟ إكيم حذرتك، بعدي عن كانات ولا تتهوري. ما بتعرفي هدول اللي بالمدرسة وما بتتخيلي شو ممكن يعملوا فيكي. أنا ماني خايفة منهم، وإنتي كمان ما بتخافي منهم. حتى إنك كتبتي بهداك الدفتر يا أبو وشين. أوه منتبه لكان، وذاكرتك قوية. هذا هو الشي اللي عم يدوروا عليه. إذا ما أزعجوكي مين بدهم يزعجوا؟ ليش كتبتي يا أبو الوشين؟ هيك إجا على بالي، خاطرة. تمام، بس أكيد في سبب. ما في. وإذا بقلك السبب رح كون مجبورة أقتلك.